هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد، هو الملاذ الوحيد للمرضى والمصابين للجوء إليه. بظل إغلاق كامل لمعبر رفح وعدم وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربية، نحن ننذر بخروجنا عن الخدمة خلال أقل من 72 ساعة. في حال لا قدر الله لم يصل الوقود اللازم لتشغيل المولدات، سوف يتم إغلاق المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات في محافظة رفح. وفي ظل الاجتياح البري لمدينة رفح وفي ظل خروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة، أصبح المستشفى الوحيد الذي يستقبل الإصابات هو مستشفى الكويت التخصصي. وصراحة مستشفى الكويت يستقبل عدد مهول وعدد كبير جدا من الإصابات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي في هذا المستشفى وفي مدينة رفح بالكامل. نحن نطالب الآن وبشكل فوري بتوفير حماية دولية لهذا المستشفى، لا مكان آخر للمرضى والمصابين للجوء إليه. يجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، دماؤنا وأرواحنا أمانة في أعناق كل أحرار العالم. ليزر يشيب.